بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم؟ عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين. انا ريهام معاكم من موقع فيرست اونلاين، جايبه لكم النهارده ماكينه ممتازه جدا وسهله قوي، من اهم الاجهزه اللي دايما تكون موجوده في البيت، وهي ماكينه الخياطه اليدويه. زي ما انتم شايفين معانا كده، ماكينه سهله الاستخدام جدا وخفيفه قوي وحلوه، هتخيط معاكي اي حاجه وتوفر معاكي في الوقت والجهد. طبعا لو عندك اي مشاكل في اللبس او اي حاجه، دي هتوفر معاكي جدا في الوقت وسهله في الاستخدام، حلو قوي. ومكانتها والخامه بتاعتها عاليه والماكينتها عاليه، والخياطه بتاعتها كمان غرزتها قويه ومتينه جدا، وكمان امنه للملابس، حلو قوي. زي ما قلت لكم تقدري تستخدميها في اي وقت، هتوفر معاكي الوقت والجهد، بدل ما تروحي لاي تنزي، دي هتوفر معاكي في الوقت وفي الاستخدام. كمان تقدري تستخدميها في اي نوع اقمشه، في اي نوع ملابس، مفروشات يدويه، ستاير، اي نوع قماش حرير، قطن، ستان، اي حاجه جميله جدا وحلوه قوي، هتخيط معاكي اي نوع من الاقمشه وهتوفر معاكي جدا في الوقت والاستخدام. جميلة أوي ممتازة. ده شكل الماكينة من الخارج، تعالوا نشوف شكل الماكينة من الداخل. طبعا التكنولوجيا بتاعتها عالية أوي، خامتها ممتازة جدا زي ما انتوا شايفين، وسهلة جدا وخفيفة الوزن، وسهلة جدا في الاستخدام، تقدري تتحكمي فيها من هنا وتشغليها من هنا، تخيطي تحطي أي نوع قماش أو أي حاجة عايزة تخيطها من هنا كده. طبعا معاها إبر زي ما انتوا شايفين، تركبيها وتشتغلي عليها، وطبعا هنا كمان تشتغل بالبطاريه، لانك تقدر تتحكمي فيها في اي مكان وتشغلها في اي وقت، لانها شغاله بالبطاريه زي ما انتم شايفين. فعلا ممتازه جدا وحلوه قوي للاجهزه، مهمه من الاجهزه المنزليه اللي في البيت، عشان تقدري تستخدميها في اي وقت وفي اي ملابس في البيت، في اي حاجه تقدري تستخدميها في اي وقت، توفر معاكي في الوقت وفي المال، وسهله جدا معاكي في الاستخدام. متنسوش تعملوا لايك للفيديو، سبسكرايب من القناة، وتواصلوا معانا على الرقم التالي، وأي استفسار تقدروا تسيبولنا أي تعليق على الفيس أو على الفيديو، وتواصلوا معانا على الرقم ده 011-4096-3128. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.